الحدث ليبيا لحظة بلحظة. القائد العام المشير خليفة حفتر يعقد اجتماعا لحسم معركة درنا. مستشفيات القوات المسلحة المصرية تواصل تقديم الرعاية لمصابي التفجير الإرهابي ببنغازي. الليبية لحقوق الإنسان تستنكر ما يحدث لأهالي تاورغا وتدعوهم للتمسك بحقهم في العودة. نشرة الأخبار من قناة ليبيا الحدث كانت هذه العناوين، وإليكم أبرز تفاصيلها. حيث عقد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر اجتماعا مع أمير غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي وأمير غرفة عمليات عمر المختار اللواء سالم الرفادي، وذلك للتجهيز والاستعداد لحسم معركة درنا. هذا وجرى الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة العمليات الفرعية بقاعدة الأبرق الجوية بحسب صحيفة العنوان بحضور رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق النظوري ورئيس الأركان الجوية اللواء صقر الجروشي ورئيس هيئة التنظيم والإدارة اللواء كمال الجبالي، إضافة إلى ضباط العمليات والمحاور. أقيم في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالرجمة حفل بمناسبة اجتياز عدد من الضباط وضباط صف وجنود لدورة تدريبية بمدرسة المشاة والمدرعات. هذا وشهد الحفل تكريما للطلبة المجتازين للدورة التدريبية والذين أثبتوا قدرتهم على التفوق. عيد إجلال وأكبار إلى سيدي القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية مشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، وتحية وفاء إلى سيدي رئيس الأركان العامة، وتحية وفاء إلى سيدي مدير إدارة التدريب العسكرية، وتحية وفاء إلى سيدي رئيس أركان القوات البرية، وتحية وفاء إلى سيدي مدير إدارة صنف المدرعات، وتحية وفاء إلى سيدي آمر مدرسة المشاة والمدرعات، وأخيرا وليس آخرا لا يسعني إلا أن أشكر جزيل الشكر منتسبي مدرسة المدرعات من ضباط صف وجنود على ما بذلوه من مجهودات من أجل توصيل المعلومة الصحيحة في سبيل إنجاح هذه الدورة لكي تخرج بالصورة المطلوبة. نعاهدك يا وطني بأننا سوف نكون كما عهدناك أسودا في البر، صقورا في الجو، وحوشا في البحر. يواصل نخبة من الأطباء وأطقم التمريض بالقوات المسلحة المصرية تقديم الرعاية الطبية ومتابعة الحالة الصحية لمصابي التفجير الإرهابي المزدوج في مدينة بنغازي. وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بتوفير أقصى درجات الرعاية للمصابين الذين يخضعون لتلقي العلاج بالمستشفيات العسكرية، وذلك انطلاقا من الثوابت المصرية تجاه مساندة ليبيا في مواجهة الإرهاب. هذا فيما أعرب المصابون عن خالص شكرهم للقيادة السياسية وللشعب المصري على الرعاية الطبية المقدمة لهم بواسطة أطباء القوات المسلحة. مصر على كل حال نشكرها، عملت معنا كل الواجب، هي الدولة الوحيدة اللي وقفت معنا، والأمن والأمان نعمة من الله، بدون الأمن والأمان ما ينفعش البلد، مش هتنفع ولا تمشي قدام. ربي إن شاء الله يحفظ مصر ويخلي فيها أمن وأمان.
دي أفضل نعمة في الدنيا. بالنسبة لليبيا ومصر يد وحدة وجيش واحد، ونتمنى قضاء على الإرهاب. وبالنسبة نشكر الجيش المصري للقضاء على الإرهاب. نشهد بالله أن المصرية عملونا أحلى معاملة، والله نحترم الرئيس السيسي ونبلغ تحياتي عن أخوتي الليبي اللي أنا كمان. الخدمة الطبية ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبة للطب نحن بروحنا نحن ملينا أن نحن عالجونا صح. صدق ممانا لما جيت مصر أنا أني تريحت راحة كاملة، معنى كلمة أن مصر نشهد بالله أن أبدعوا في الطب وأبدعوا في كل شيء، شهادة بالله. الله يبارك مصر. نشرت قوة الردع الخاصة تسجيلا مصورا يظهر جزءا من اعترافات لمجموعة إرهابية مما يسمى بمجلس شورى بنغازي الإرهابي، تم القبض عليهم أثناء الهجوم على مطار معيتيغا الدولي في المدة الماضية. هشام شهيدين عشان سيشن ديروها يعطونا ذيك الدعم اللي هو مال وسلاح صواريخ نوع كرنيت، فقال السلاح هذا نبيك توصلوا غادي لطرابلس باش نديروا هجوم على قاعدة معيتيغا. فكان تنسيق الاجتماع ان الدعم كله جاء من هشام سمير، مبلغ مالي ومنصات حرارية اللي هي نوع كرنيت، و مجتمع الكلام اللي تم عليه ان يتم ضرب قاعدة معيتيغا وطرد حكومة فقاطة، هذا كلام هشام سمير. وهشام سمير اصلا قال انا بعد اي مطار معيتيغا نمسك المجلس على الثورة، وكان سكن المنصب هذا تم هذيك من الاموال اللي تكون المناصب اللي تكون كذا. وبعد روحنا من عمل مصراته تكلف مصباح الشيخ اللي هو يقول له مصباح الصومالي، تكلف هو القائد العسكري يعني عن خشية المظاهر بعدين. كان ربنا كده ربنا يتمنى. فبعد نصفنا استلمت جبهة الذخيرة وهم جابوا الفلوس، اعتمدوا الفلوس مع واحد اسمه محمد وتارينا عن طريق الشط، كان قاعد بشير وتم الغادي الصفقة. هذا مهد فلوسه وبعدين روحت عند تجر البصل خذينا زوزة قشنات، وبعدها جيت رديت خرشون تجر البصل. قعدنا هكي في تجمعات ناس وكذا، قعدنا شوية تعبت في ذات الغادي فترة هكي بسيطة ما طولتش، وبعدها انتقلت المنزلي مع العصر كيه. هذا وكانت قوة الردع الخاصة قد كشفت عبر صفحتها الرسمية أنها ألقت القبض على 61 شخصا متلبسين حاملين سلاح شاركوا في الهجوم على مطار معيتيغا الدولي، مؤكدة أن عمليات التحقيق ما زالت جارية مع المقبوض عليهم. سحابنا من الجفرة أجلنا سمعين صلى الله بالاستراحة شرح ثقيل عندنا فيها شهر شهرين كده، بعد ما سكرت الاستراحة رن علينا واحد اسمه صومالي كان عند كمش بيكان جو عند بشير البقرة، توجهنا غادي أعطانا ميكان غادي. بعد 5 أيام 6 أيام أنا عندنا أنا بخش على المطار معيتيغا، عدد سيارات المقاتل بتاع بشير 20 هدية من دبابة، وفي سيارات دوشكا 32 و50 من المشاة. كشيك بشير خش من محور التبات، فتح التبات دخلنا محور معيتيغا، فجدنا كتافة نارية وانحرقت 32 دبابة انحرقت ورجعنا نارا وتم القبض علينا أنا وعلى شباب أخرى من قبل قوة الردع الخاصة. بعد تم الاجتماع مشيت روحت من مصراتة جيت للرحبة، جيت للرحبة غادي بعد كم يوم تم الهجوم على مطار معيتيغا. بخصوص الهاو اللي تم رميته على المطار هذا كلمني عليه حسين اجتداد كلمني قال لي يا مهدي نبي هاو 61 الكمية اللي عندك نخبط، فكلمني واحد اسمه حسين
حسن جبال، فقال لي عندي هاون 45 صندوق. فقال لي هو، قلت له ايش الهاون ايش بي؟ قال لي 1600 هاون. فكلمت حسين قلت له راه الهاون يبوه ايش يبوه 18000 1800 جنيه. فاشتراه حسين. حسين قال لي تو نعاود عليك، كلم بشير شوي، بشير قبلته محمد النص اللي هو محمد الدرسي من منطقه من مدينه بنغازي، مع مجموعته هو اللي جاء مع محور زمرين مع محور البحر. والمحور الاخر بير لاشر فيه محمد كفاله اللي يقولوا له زيد، حتى هو مدينه بنغازي مع مجموعته. ومحمد كفاله هو اللي تعامل من هاون 120 عليه مقر عتيقه. واما محور الغرارات، محور الغرارات هو اللي جاء خالد الخفيفي والشريف الجويلي، كانوا خاشين مع تشيكو بتاع سوق الجمعة من عند الغرارات. علمت قناة ليبيا الحدث من مصادر مطلعة أن أهالي تبرغة يجتمعون الآن في منطقة جارة القطف، عازمين التوجه إلى البوابة التي تمنعهم من الوصول إلى مدينتهم. هذا وكانت ميليشيات الوسطى والبنيان المرصوص قامت بمنع مهجري تبرغة من تجاوز منطقة 20 كيلومتر شرق سرت بعد أن قاموا بالرماية عليهم. جاء هذا بالتزامن مع رفض هذه الميليشيا دخول مهجري تورغ القادمين من المنطقة الشرقية، مهددينهم بالقتل إن حاولوا الرجوع إلى ديارهم بعد سنوات من التهجير القسري. باط وإجحاف للمجتمع الليبي ولينا احنا أهالي تورغة من المصيبة اللي حلت بينا هذه. بصراحة كنا نتفائل خير، نتفائل خير وفرحانين، اطفال ورجال ونساء وكلنا ماشيين في العوده لوطننا لديارنا لترابنا لارضنا. تنازلنا عن كل شيء، تنازلنا عن حقوقنا، تنازلنا عن تعويضاتنا، تنازلنا عن كل شيء من اجل ان احنا نشم تربه ارضنا صبختنا ونخيلنا، من اجل ان التم غادي مصيبتنا تبدا مصيبه واحده وفرحنا فرح واحد وهمنا هم واحد. اليوم احنا مصايبنا في كل مكان، في الجنوب في الشرق في الغرب، قعدنا شتات بين الشرق وبين الغرب. الان بعد صدر القرار من الحكومه الوفاق ومن المجتمع الدولي ومن الليبيين كلهم، نتفاجئ ان كل يربي به عرض الحائط عباره عن عصابه مارقه شلل مطلوقه قاعده في المجتمع الليبي. للاسف والله العظيم للاسف احنا صار لنا خذلان من المجتمع الليبي. ما فيش حكومه مش قادره تحمي قرارها. هذه وين حكومه؟ كيف نعترف بها حكومه هي مش قادره تحمي قرارها؟ احنا المشرك معاش اللوم على اي شاب تورغي. الشاب تورغي اصبح قنبله موقوته، لان هنا في غل عند المجتمع التورغي. المجتمع التورغي انضام اندل حقيقه المرصد عليه جميع انواع الاضطهاد. احنا وين عايشين في ليبيا؟ والله في مجتمع وين؟ عندنا حقوق انسان، وين المجتمع الدولي؟ وين المجتمع الليبي؟ وين اللي تصدقوا بالحقوق الانسان؟ وفي ذات السياق استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان وبوشدة في بيان ما سمته بالإجراءات العقيمة التي تسلم المدنيين من أهالي تبرغة لقبضة الميليشيات المسلحة. هذا وأكدت المنظمة في بيانها عدم قدرة المجلس الرئاسي المنتهي الولاية من إدارة شؤون البلاد وبناء دولة المؤسسات ومحاسبة كل الأطراف المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان. كما حملت العالم بأسر مأساة مدينة تبرغة وأهلي داعية أهالي تورغة للتمسك بحقهم في العودة ومحاسبة كل مجرمي الحرب الذين قتلوا أبنائهم بأبشع الصور وهجروا شيوخهم ونساءهم وأطفالهم. وللحديث أكثر تنضم إلي حنان الشريف رئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان. أستاذة حنان، استنكرتم ما يحدث لأهالي مدينة تورغة من قبل الميليشيات المسلحة التي منعتهم من الدخول إلى مدينتهم بقوة السلاح. ما هي السيناريوهات المتوقعة لمعالجة هذا الملف؟ ألو أستاذة حنان، هل أنت في الاستماع؟ مرحبا بكم. اهلا وسهلا بك. طبعا ما قامت به يوم امس ميليشيات المسلحه من مصرات تدعمها طبعا بقوه قوات البنيان المرصوص من منع العائلات العائده من الشرق ومن غرب عند مدخل سرت وعند مدخل مدينه مصرات غربا. نعم. يعني نعتبره نحن كمنظمه هذا اختراق للاتفاق الذي تم بين اعيان وحكماء من مدينه مصرات وتورغة عام 2016. نعم. برعاية بعث الأمم المتحدة وأيضا كذلك بدعم المجلس الرئاسي باتفاق على العودة والذي كان بتاريخ يوم 1 فبراير وكان يوم أمس.
يعني نحن كمنظمة رصدنا إجراءات العودة من مخيمات تورغة وكانت في بنغازي أو مخيم الفلاح في بطرابلس. يعني تفاجأنا عند وصولهم إلى البوابات ما قامت به تلك الجماعات أو الميليشيات المسلحة من الحكومة من حكومة الغويل والسراج وأيضا بدعم المجلس الرئاسي. ما قامت به بطرد الأهالي وسط إطلاق أعيار نارية وتهديدات أيضا يعني تلفظ بألفاظ سيئة أنه لأنه ما عودوش راح يكون هناك في إبادة للعائلات يعني. وأيضا قاموا كذلك بحرق البيوت يوم أمس في داخل مدينة تورغة. يعني هذا كله نعتبره جرائم حرب. والعالم ينظر ويستمع إلى ما يحدث لأهلنا في تورغة كأن تورغة أصبحت من الدرجة كأن مواطن ليبي من الدرجة العاشرة مع الأسف. نعم. فنحن كمنظمة استنكرنا ببيان شديد جدا ونرفض هذا الاعتداء ما قامت به تلك الجماعات. وأيضا نستغرب يعني ما قام المجلس الرئاسي أو مش مجلس الرئاسي وإنما أقصد المجلس البلدي لمصراتة. نعم. قامت أيضا بزار بيان بحيث أنها قالت نحن نظر لاختراق ما حسب ما هي تكلمت. قالت نحن نظر لهناك في اختراق في الاتفاق فقد تم تأجيل العودة أهالي تورغة. يعني هذه أسباب غير واضحة. نعم. وأيضا يعني غامضة جدا يعني. نعم. يعني الاتفاق له من 2017 يعني هذا التصرف نعتبره تصرف يعني انفرادي وأيضا تصرف يعني بحجج بصراحة مع الأسف يعني تعطي انطباعات سيئة على مدينة مصراتة. نعم. وعلى أعيانها وعلى المجتمع المدني ما يحدث لأهل تورغة في البلاد. طيب نعم أستاذة حنان، التهجير القسري ضد أهالي مدينة تورغة من قبل بعض الميليشيات، يعني هذا التهجير القسري يعتبر جريمة ضد الإنسانية ومن اختصاصات محكمة الجنايات الدولية، هل هناك أي توصل بينكم لمحكمة الجنايات الدولية بخصوص هذا الملف الذي يعتبر شائك بعض الشيء؟ طبعا بالنسبة التي تعتبر جريمة حرب، هذه جريمة إبادة جماعية من التهجير يعني الأهالي وأيضا متعرضهم للتعذيب والمطاردة. يعني أصبح كل تورغي أينما كان وخاصة في المنطقة الغربية، أقصد في المنطقة الغربية تحديدا، يعني أصبح يعني حسبوا فيه على الهوية. أي تورغي يتم سجنه واعتقاله لفترة ممكن تكون قصيرة أو طويلة. يعني بالنسبة لهذه الحرب الجماعية يعني في الفترة الجاية، يوم أمس إحنا كمنظمة ليبية قمنا بحلقة نقاش بين مجموعة كبيرة من نشطاء في منطقة شرقية في مدينة بنغازي. وأحضروا وكان من ضمن الحاضرين وزارة العدل بتورغة. تكلمنا على أن هناك سوف تكون مذكرة قانونية طبعا نطالب فيها بمحاسبة كل المجرمين على الحرب من 2011 وما قامت تلك الميليشيات متعدية على المواطنين في على أبناء وعلى أبناء على أبنائنا من تورغة. سوف نقدم هذه المذكرة. نعم. نعتبرها طبعا مذكرة واضحة وأيضا تعتبر هي. نعم. أحد كما حكيت بدري تعتبر هذه أحد جرائم الحرب المعروفة في الاتفاقات الدولية وخاصة في القانون الدولي الإنساني. نعم، رئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حنان الشريف، شكرا جزيلا لك. قال رئيس مجلس الحكماء والشورى الحوامد إن اجتماعهم بزليت كان عفويا غير مرتب له مسبقا، مشيرا إلى أن دعوة المشاركة في دعوة أهل تورغة كانت مقدمة من الجهات الراعية للاتفاق لكل المدن والقبائل بالمنطقة الغربية. هذا وأشار رئيس مجلس الحكماء والشورى الحوامد إلى أنه تم الاتفاق على التواصل مع الجهات الراعية لاتفاق العودة لمعرفة المشاكل والأسباب التي عرقلت العودة، لافتا إلى أنه سيتم بذل كل الجهود
الجهود للوصول إلى حل جذري إذا كان بالإمكان. أصدرت منظمة شباب من أجل الوطن بيانا أكدت فيه أحقية عودة أهالي تورغا إلى مدينتهم، مطالبة حكماء وعقلاء مصرات بفتح الطريق أمام عودة المهجرين. كما طالبت حكومة السراج منتهية الصلاحية بأن تقف وقفة جادة كونها من أشعلت هذا الفتيل، وعليها بأن تكون بحجم المسؤولية أمام الأطفال والشيوخ والنساء. كما دعت البعثة الأممية إلى تهيئة المناخ المناسب لعودة تورغا قبل الشروع في الاستحقاق الانتخابي لضمان التمثيل العادل للمدينة. وفي شأن آخر، استلم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة الكفرة عدد 94 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية الصومالية من قسم البحث الجنائي تزربو، وذلك تحت حماية قوة عسكرية تابعة لمنطقة الكفرة العسكرية. التقرير التالي والتفاصيل. قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الكفرة باستلام عدد 94 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية الصومالية من قسم البحث الجنائي تزربو التابع لمديرية أمن تزربو تحت حماية قوة عسكرية تابعة لمنطقة الكفرة العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية. عملية تسليم المهاجرين جاءت تحت إمرة اللواء المبروك الغزوي ووضعهم داخل مركز إيواء الهجرة غير الشرعية بمدينة الكفرة بناء على تعليمات من رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. نحن اليوم في مركز الإيواء وترحيل الهجرة غير الشرعية الكفرة. قامت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة اليوم بعد التواصل مع مركز الإيواء وترحيل الكفرة بتوزيع أغطية وعدد من الفراشات ومواد التنظيف لعدد 94 من الموجودين الآن في مركز الإيواء والترحيل. الجدير بالذكر أن التحقيق بدأ عن طريق النيابة العامة، وذلك بناء على تعليمات رئيس نيابة الكفرة، وذلك للاستدلال معهم بالخصوص حول واقعة دخولهم إلى ليبيا. اليوم بالتحديد في مدينة الكفرة داخل مركز الإيواء تم استقبال عدد 94 مهاجر غير شرعي من الجنسية الصومالية دخلوا البلاد خلصة. هؤلاء الأشخاص الذين تواجدوا في مدينة تزربو عن طريق البحث الجنائي وبتعليمات من النيابة العامة الكفرة من السيد رئيس نيابة الكفرة باستلام هؤلاء المهاجرين وإيوائهم إلى حين البث في إجراءات التحقيق ومن ثم الإجراءات الأخرى. كما قام مسؤول مركز الإيواء بإطلاق نداء استغاثة موجه إلى الأطباء والأطباء المساعدين وإلى أعضاء جمعية الهلال الأحمر والجهات المسؤولة والمنظمات الدولية بالحضور للمقر للكشف عن المصابين والمرضى من المهاجرين بعد تعرضهم للتعذيب والضرب لمدة تجاوزت الستة أشهر. يعني نحن صوماليين اللاجئين يعني قاعدين تو في الهجرة، يعني المركز الأمو الإيواء في كفرة، يعني جينا من تزربو يعني قبل 6 شهور قاعدين هناك في أي تعذيب في أي حاجة، يعني الجماعة ذو المهربين كانوا يعذبونا ما كانوا الأكل فيه، يعني تو نحن قاعدين الحمد لله قاعدين مركز الإيواء في المركز يعني كفرة، تو يعني المعامل هنا كويسة، يعني جاب لنا الدكتور جميل اليوم واحد جاب لنا الدكتور والحراسة كويسة والحمد لله والله يا الأمور باهية. أصيل الزياني، ليبيا الحدث. أعلنت المفوضية العامة للانتخابات أن إجمالي أعداد الناخبين المسجلين بالمنظومة بلغت 2,228,608 ناخب. وأوضحت المنظمة في نشرتها اليومية أن عدد المسجلين الجدد منذ 6 ديسمبر الماضي بلغ 787,825 ناخبا. أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح تمديد فترة تسجيل الناخبين في منظومة التسجيل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا حتى 15 فبراير الجاري. وبسبب الإقبال المستمر على التسجيل، فأن مجلس المفوضية قد قرر تمديد فترة التسجيل إلى غاية 15 من هذا الشهر،
وذلك لإتاحة الفرصة لمن لم يحزموا أمرهم بعد من المشاركة في تقرير المصير، وندعوهم في ذلك إلى أن ينظروا إلى مستقبل أبنائهم وأحفادهم بنظرة ملؤها التفاؤل واليقين. وأما عن تسجيل الجاليات الليبية في الخارج فأن جميع الترتيبات قد اتخذت بالخصوص وقد انطلقت، وإن انطلاق عملية التسجيل سوف تكون في موعدها المحدد وهو السادس من هذا الشهر. وبهذه المناسبة ندعو جميع الليبيين المقيمين في الخارج إلى المشاركة في بناء الوطن من خلال المشاركة في العملية الانتخابية، ونتعهد لهم بأن نضع أمامهم كافة السبل التي تمكنهم من المشاركة في عملية التصويت بما يتلائم أوضاعهم في الدول التي يقيمون بها. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر كل من ساهم ودعم مجهودات المفوضية في أدائها لواجبها. السائح أضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته المفوضية من العاصمة طرابلس أنهم قاموا بمخاطبة مجلس النواب بخصوص ضوابط وشروط تسجيل الكيانات السياسية في الانتخابات، موضحا أنه لم تسجل أي محاولة لاختراق منظومة الناخبين، منوها إلى أن المفوضية وصلت إلى أكثر من 50,000 ناخب وهو أحد المعايير الدولية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. فالمفوضية تقدر مخاوف جميع الليبيين مما دار من شكوك حول نزاهة عملية تسجيل الناخبين، وبالخصوص نود أن نؤكد على الحقائق التالية. أولاً، أن التعدي على سجل الناخبين هو تعدي على آمال الليبيين وطموحاتهم في بناء دولة ديمقراطية أساسها العدل والمساواة، ولن نكون بأي حال في صف أولئك المعتدين. لقد أقسمنا اليمين وأنه لقسم عظيم. ثانيا، إن منظومة تسجيل الناخبين معدة وفق أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال برمجيات الحماية التي تمنع أي محاولة للاختراق يمكن أن تعطل أو تحدث تغييرا في بيانات الناخبين. ثالثاً، أن عملية تسجيل الناخبين مراقبة دولياً من قبل خبراء ومستشاري الأمم المتحدة الذين يتابعون عن كثب كافة الإجراءات الفنية التي تقوم بها الكوادر الليبية المتخصصة في هذا المجال. رابعاً، أن سجل الناخبين الحالي هو سجل مبدئياً وسوف ينشر للطعن فيه أمام المحاكم المختصة قبل أن يكون سجلاً نهائياً يتم استخدامه في عملية التصويت. أتمت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام المرحلة الأولى من مبادرة التخلص من مخلفات الحرب القابلة للانفجار بمصراته، حيث تم التخلص مما يزيد عن 200 طن من مخلفات الحرب القابلة للانفجار بدعم من حكومتي الدنمارك وكوريا الجنوبية. كما قامت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بالتنسيق مع المجموعة الدنماركية لإزالة الألغام بتعزيز القدرات الليبية لمواجهة انتشار مخلفات الحرب عبر تدريب طاقم متكون من 20 شخص. عقد في مدينة المرجى اجتماع ضم عددا من المديريات الأمنية بالمنطقة الوسطى والشرقية ومديري الإدارات بوزارة الداخلية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه الوزارة. قرر 35 من مدراء الأمن على مستوى المنطقة الوسطى والشرقية رفقة عدد من مدراء الإدارات بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة عقب اجتماعهم في مدينة المرج تسمية وتزكية وكيل جديد للوزارة بإصلاحات الوزير وترشيح 5 أسماء لمنصب وزير الداخلية على أن ترفع إلى مجلس النواب بصفته صاحب الاختصاص في تعيين الوزراء. كما ناقشوا أيضا الملفات الأمنية المستجدة والصعوبات التي تواجه مديريات الأمن من بينها الانفجار الذي وقع في محيط مسجد بيعة الرضوان ببنغازي.
تجد اربع ايام خمس ايام وجماعه هذوما تاع المحلات يتفرجوا عليها، ما جاش حد برا قال السيادي واقف اربع ايام وين صاحبها؟ فجر عن بعد هو، شنو اللوم الداخلية على الموضوع هذا يا بني؟ اشرحوا لي انت شنو اللوم على الداخلية في الحالة. كما قرر المجتمعون رفع توصية اجتماعهم إلى كل من رئيس الحكومة المؤقت عبد الله الثني لاتخاذ قرار بشأن الوكيل، وإلى مجلس النواب ليتخذ بدوره قرارا بشأن منصب الوزير. كان اجتماعنا هذا الاجتماع الذي يضم مدراء الأمن ومدراء الإدارات وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، وذلك من أجل مناقشة بعض الأمور المتعلقة بوزارة الداخلية حتى تتمكن هذه الوزارة من التعافي وأداء دورها بالشكل المطلوب. وقد كان الحضور جيد جدا من جميع المناطق التابعة للحكومة المؤقتة، وقد خرجنا بعدة توصيات سيتم رفعها إلى وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة. يأتي الاجتماع بعد أن تسببت كثرة التكليفات والإعفاءات بمنصب وكيل وزارة الداخلية وخلو منصب وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة في إرباك عمل وزارة الداخلية، وأثر بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية. لقناة ليبيا الحدث، أميرة علي. ناقش ممثلي نقابات الشرطة وفروعها بالمنطقة الشرقية في اجتماعهم الأول للنقابات في مدينة البيضاء الإهمال المتعمد لدور رجال الأمن. المزيد من التفاصيل يحملها التقرير التالي. إهمال وتهميش متعمد يطال رجل الشرطة كرجل يقوم بتأدية مهامه الأمنية تجاه الوطن. ومن هذا المنطلق ناقش ممثلو نقابات الشرطة وفروعها بالمنطقة الشرقية ونائب رئيس لجنة الهيئات بمجلس النواب عز الدين قويرب ورئيس ونائب الرئيس عن نقابات الشرطة في اجتماعهم الذي يعد الأول من نوعه للنقابات بمدينة البيضاء الإهمال المتعمد لدور رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية في كل ما يدور في البلاد. أنا اليوم في مدينة البيضاء بشأن وضع بعض النقاط الأساسية للجنة الداخلية في البرلمان الليبي بشأن الوقوف على أهم المشاكل والعراقيل التي تعرض لها ضباط الشرطة في وزارة الداخلية. من المعروف أن مهام ضباط الشرطة هي المهام داخل المدينة. كما جاء على هامش هذا الاجتماع حلقة نقاش وتحديدا في ضمان سلامة رجال الأمن القانونية في تأدية مهامهم الأمنية، وكذلك حقهم في العلاج وزيادة المرتبات أو صرف علاوة الخطر التي لم تفعل من قبل المؤتمر أو مجلس النواب. طبعا احنا اليوم موجودين في مدينة البيضاء بناء على دعوة كريمة قدمت إلينا من أعضاء في هيئة الشرطة. كان الهدف من هذا الاجتماع هو تأسيس أو إنشاء نقابة تسمى نقابة الشرطة للدفاع، تعنى بالدفاع عن حقوق أعضاء الشرطة وإبراز المشاكل والجوانب القصور التي يعاني منها أو تعاني منها هذه الهيئة أو الحقوق الضائعة بالنسبة لأفراد الشرطة. الجدير بالذكر أن الاجتماع كان تحت رعاية وإشراف مديرية أمن البيضاء. ناقش أيضا تفعيل قانون النقابات والذي يعتبر الضامن الحقيقي والجسم الوحيد القادر على ضمان حقوق أفراد الداخلية في مطالبهم المشروعة. بالنسبة للاجتماع اليوم حضرنا هنا في مدينة البيضاء لمناقشة بعض الأمور المتعلقة برجال الشرطة من ناحية هيبة رجل الشرطة. هيبة رجل الشرطة تمت يعني رجل الشرطة تم يهان ويتم الاعتداء عليه بالاعتداءات متكررة وأنتم تعلمون ذلك. يأتي هذا الاجتماع تعزيزا لدور رجال الشرطة في ظل ما يقومون به من مهام أمنية خصوصا في الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، وللحد من ظاهرة الإهمال والتهميش التي طالتهم بشكل متكرر وبطريقة مباشرة. أصيل الزياني، ليبيا الحدث. اطلع رئيس الحكومة المؤقتة على آخر تطورات عمل الهيئة العامة للمواصلات ومصلحة الطيران المدني والمطارات، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبد القادر ورئيس مصلحة الطيران المدني عبد الحميد جدالله البرعسي. كما ناقش المجتمعون العراقيل التي تعاني منها الهيئة والمصلحة بالإضافة إلى السبل التي تكفل تطوير العمل خصوصا فيما يتعلق بتدريب وتأهيل قطاع النقل الجوي وقطاع المواصلات.
تفقدت اللجنة المكلفة من قبل مصلحة الطيران المدني أجهزة التفتيش والقوس الأمني ومرافق مطار تمنهنت الدولي في مدينة سبها. هذا وذكر المكتب الإعلامي لبلدية وادي البوانيس أن اللجنة المكلفة تتكون من مهندسين تابعين لمصلحة الطيران المدني وشركة الخطوط الليبية والخطوط الإفريقية وهيئة الأمن والسلامة، مضيفا أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على معايير الجودة ومدى جاهزية المطار لاستئناف رحلته. قام رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي ورئيس مصلحة المطارات بزيارة مطار الأبرق الدولي لمتابعة أعمال الصيانة والوقوف على عين المكان وأي مستوى وصلت أعمال التنفيذ به. هذا وحث رئيس الهيئة على سرعة إكمال أعمال الصيانة ليرجع المطار إلى العمل واستقبال كل الرحلات الداخلية والدولية. هذا وكان في استقبالهم مدير مطار الأبرق أبو بكر مفتاح وموظفي المطار ووجهاء مدينة الأبرق وبعض الشباب من مؤسسات المجتمع المدني. افتتح عميد بلدية الكفرة اللواء المبروك الغزو منظومة ديجيتال لجهاز الأشعة بمركز الكفرة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. الافتتاح الذي حضره مدير الخدمات الصحية الكفرة إسماعيل العيضة ومدير مركز الكفرة للعلاج الطبيعي إدريس محجوب. عقد بمدرج الجامعة الدولية اجتماع موسع استعرض الأوضاع التي آلت إليها البلاد وانسداد الأفاق أمام إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة وما نتج عنه من تداعيات خطيرة. تقرير التالي والتفاصيل. نخب وطنية اجتمعت بمدرج الجامعة الدولية ببنغازي لبحث كافة الأوضاع التي آلت إليها البلاد من خلال عرض شامل لمناح عدة تشهدها البلاد وما تغير وما بقي على حاله وبالتالي إيجاد حلول كفيلة لرأب الصدع والوصول لبلد آمن. عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار وعدد من مشايخ وحكماء وأعيان ونشطاء مدنيين ومن بينهم أكاديميين ونخب سياسية، هذه هي النخب الوطنية التي ناقشت المحاور التي تضمنها الاجتماع والتي تمثلت في عدة ركائز وقف عليها كافة المجتمعين. ويقف على رأس المحاور التفجير الإرهابي وتداعياته والذي حدث في يناير المنصرم في محيط مسجد بيعة رضوان بمنطقة السلمان بنغازي، ثم يأتي بند مشروع الدستور للحديث حول أهميته القصوى للخلاص من التخبطات داخل المجتمع الليبي، حيث جاء في جدول أعمال الملتقى إرسال توصيات للسيد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة. أقيم في مدرسة الشهيدة معيتيقة التابعة لمكتب الخدمات التعليمية البركة في مدينة بنغازي حفل تكريم للمعلمات المتميزات. هذا وقد تم اختيار المعلمات وفق مقاييس التكريم المعمول به وهي الكفاءة والعطاء وبذل العمل التطوعي. هذا وحضر الحفل رئيس قسم شؤون التربية والتعليم بنغازي وممثل الاتحاد ورئيس الاتحاد ومدير مكتب بنغازي لاتحاد النخب وممثلا عن هيئة الإعلام والثقافة وشخصيات من منظمات المجتمع المدني. افتتحت أول مكتبة مدرسية موحدة بمدرسة عائشة في مدينة المرج، وجاء ذلك استمرارا للجهود المتواصلة في تطوير عمل المكتبات المدرسية بهدف الاستفادة من المكتبة ومحتوياتها في خدمة الرسالة السامية التي تحملها وزارة التربية والتعليم. انتخب المستشار عمر بو سعد رئيسا لنادي الشرارة بسبها وبحضور عدد من رؤساء الأندية المحلية وقدام الرياضيين واللاعبين بالنادي. هذا وقال رئيس نادي الشرارة المنتخب عمر بو سعد في تصريحات صحفية أن الإدارة الجديدة ستسعى لوضع برنامج جديد للنهوض بالنادي ورياضيه. بدأ مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا، لم يتبقى لنا